بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورتي المعوذتين وهما مدنيتان. روى الإمام أحمد عن زر ابن هبيش قال: قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: قل أعوذ برب الفلق، فقلتها. قال: قل أعوذ برب الناس، فقلتها. فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو بكر الحميدي في مسنده عن زر بن هبيش قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، فقلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف. فقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي قل، فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن زر قال: سألت ابن مسعود عن المعوذتين، فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فقال: قيل لي، فقلت لكم فقولوا. قال أبي: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. هذه عن ابن مسعود مثل ما قال أبي رضي الله عنه. فكأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تأول ذلك على أنهما قيل للاستعاذة، وهذا وجه في تأويل ما قاله ابن مسعود، أو أنهما للاستعاذة ولا يكتبا في المصحف، وإنما يحفظان بالألسنة للاستعاذة، لأنهما ليس لأنهما ليس من القرآن، ولكن لأنهما إنما قيل ليستعاذ بهما، والله أعلم. وروى البخاري عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، هو الذي سبق من الأقوال. فقال: إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي، فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحافظ أبو يعلى عن علقمة قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من المصحف، يقول: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، ولم يكن عبد الله يقرأ بهما. ورواه عبد الله بن أحمد بسند رجال الصحيح عن عبد الرحمن بن بريد قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه، ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله. عن أبي بن كعب قال: سألنا عنهما رسول عن قال الأعمش والراوي من الحديث، وحدثنا عاصم عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب قال: سألنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قيل لي، فقلت. وهذا مشهور عند كثير من الفقهاء، أن القراء والفقهاء، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه.
لعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتواتر عنده، ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كتبوهما في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك، ولله الحمد والمنة. يشبه أن يكون الأرجح في ذلك أن ابن مسعود كان لا يرى أن المعوذتين مما يكتب في المصاحف، ليست من كتاب الله الذي يكتب في المصحف، وكان هناك من لا يكتب الفاتحة ويقول لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة، يعني وبإجماع المسلمين أن الفاتحة من كتاب الله عز وجل، فكأنه كان يرى أن الذي يكتب هو الذي يحتاج إلى حفظ، يقول لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة كما نقرأ بها في الصلاة، نقرأ بالفاتحة أولا ثم نقرأ السورة. ولو حصل أن أنكر بعض من لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف من كلام الله عز وجل أو سورة من كتاب الله أو آية لم يتواتر عنده، لم يكن ذلك جحدا لكتاب الله في بالنسبة لهذا الشخص. وأما الآن فقد تواتر المصحف في جميع أقطار الدنيا، ولم يعد لأحد عذر في إنكار شيء منه، ولا نزاع بين المسلمين أن المعوذتين من كتاب الله. فلو أنكر أحد الآن ذلك لما كان يسع ذلك اجتهادا ولا قولا محتملا، بل يكون كفرا والعياذ بالله. هل يمكن أن بعض الصحابة ينكر شيئا من القرآن بهذا الاعتبار إذا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا مع شدة قربه منه كان معذورا ولم يكن غيره معذورا؟ وهذا من أعظم أدلة أن التأويل عذر يمنع التكفير، أما إذا زال العذر فلا اعتبار، لأن الأمر صار معلوم من الدين بالضرورة. لم يكن في حق ابن مسعود كذلك إن لم نؤول كلامه، يعني إن أول كلامه على إيه؟ على إنه يرى أن المعوذتين من كتاب الله ولكن ليس من كتاب الله الذي يكتب في المصاحف، لأنهما لا يحتاج إلى حفظهما بالكتابة بل يحفظان بالألسنة، قول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فقاله، فنحن نقول كما قال. روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا نص صريح قاطع في أن المعوذتين آيات أنزلت فهما من كتاب الله، ورواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن وصحيح. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال بينا أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، نقب اللي هما بين جبلين، إذ قال لي يا عقبة ألا تركب؟ قال فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه، إما يركب معه أو يتناوب. ثم قال يا عقيب ألا تركب؟ قال فأشفقت أن تكون معصية. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنيها، يعني ركب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم.
ثم ركب هو بس عشان يبقى انتفى الأمر جاي دقيقتين ولا حاجة ونزل. ثم قال: يا عقيب أنا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهم الناس. قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال: كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. ورواه النسائي وعبد الله بن المبارك وأبو داود والنسائي، هو حديث هو الصحيح طريق أخرى الحديث الصحيح في صحيح أبي داود وصحيح النسائي، طريق أخرى عن عقبة بن عامر رواه الإمام أحمد قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. صحيح أيضا رواه أبو داود الترمذي والنسائي، وقال الترمذي غريب. ده بقى في إنه ده ضمن أذكار ختام الصلاة أو ضمن ما يقال بعد الصلاة. وروى طريق أخرى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما. طريق أخرى روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة شهباء فركبها، فأخذ عقبة يقودها له، فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة: اقرأ قل أعوذ برب الفلق، فأعادها له حتى قرأها، فعرف أني لم أفرح بها جدا، فقال: لعلك تهاونت بها. قال: فما قمت تصلي بشيء مثلها. ورواه النسائي. ورواه النسائي أيضا عن عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين بدل قل أعوذ برب الفلق فقط في الروايات الأخرى فقال ذلك فذكر نحوه. طريق أخرى روى النسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طريق أخرى روى النسائي عن عقبة بن عامر قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول؟ فسكت عني. ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني. فقلت: اللهم اردده علي. فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول رسول الله؟ فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الناس. فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. وروى النسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح. هذه نصوص قاطعة في أنهما من القرآن. وروى النسائي عن عقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أنفع عند الله من قل أعوذ برب الفلق. قل قولي هذا واستغفر.